في حيطان معرضة للنشق، معرضة للرطوبة. يعني لو عدينا ادي اهي حيطة اهي، اتنين بالإحساس كده، وهناك تلاتة أربعة. دي بتطل على الحوش ولا على المنور؟ ده في المحارة، دي ما تدهنش على طول. أنا عايز أوريك الفرق دلوقتي قبل وبعد، هنشوف نعالجها ازاي. هنا برضو جنب الماتور وجنب الصرف، ظهر الصرف. أول حاجة صنفرة، وبعدين سكينة أو كف نكشط وزي ما بنسمي الأربعة احتياطات برضه تانية في الوقت. كف صف من أي كتل. نستخدم الأديبوند 65. طبعا كتير مننا يعرف الأديبوند بس ما يعرفش المميزات بتاعته واستخداماته. هو لاصق عالي الجودة متعدد الأغراض للخرسانة والمونة. يستعمل الأديبوند 65 كدهان للتقوية للأسطح الخرسانية وأسطح البياض اللي هو المحارة. تمام، هنفتح الأديبوند كده. جبنا الغلاف فاضي، هنفضي فيه لتر، 1 لتر أديبوند 65، يعني حوالي 100 جنيه. وحطيت الأول مثلا عشان نستخدم الرولة بدل الفرشة. الرولة سريعة مثلا أخففه بالمية بنسبة 1 لتر 3. هيعبي العبوة دي مية 3 مرات. ادي لتر مية. تمام، نشرب عليه. وادي كمان لتر مية. نقلبه شوية كده برغل. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت الحيطان كويسة والأعمدة كويسة، مش لازم أعالجها. شفنا قبل كده حلقة القضاء على الرطوبة بالحجر بدون علاج كيميائي، هحطها لك فوق، انما المره دي هنعمل علاج كيميائي. دلوقتي بقى الحيطه كلها اتغطت، هجيب البلاستيك قبل ما يتشف الاديبوند. بروح مغطيه بالطبقه اللي بعديها. يعني في اول 10 دقائق. هنا الهدوم فانا ايه بختصر شويه بالتدريب بس مش اكتر، او عشان اوريكم. فاحنا ايه؟ مفيش هواء بالسرعة، مفيش هواء معقول. هنحاول نبسط، نعالج لب المشكلة. اوريدي هنتمسك على المحرة وخلاص. نشوف الراجل ليه اللي مستعجل بقى، اللي عايز يعمل الشغل بسرعة، اللي ما عندوش وقت، اللي ما عندوش فلوس. هنا ده جراش، ده مضروب، يعني مش مهم فيه قوي التنفيذ، وهناخد معقول كتير. زي اللي هي اللي فيها شروخ او فواصل، دي الحاجات اللي بنشرحها في فيديوهات تانية. نحاول نقدم حاجة بسيطة أي واحد يقدر يعملها في بيته. فاحنا هدفنا دلوقتي علاج الرطوبة، وهكذا يا جماعة نفس كده عبال ما نحط الجزء ده. تمام، ونرجع لكم تاني. والنتيجة زي ما احنا شايفين اهو. أرجو إن الفكرة تعجبكم، الشغل بنفسك والدهان على المحارة على السريع كده بنفسي مع علاج أماكن الرطوبة والشروخ بقى. ده شكل شبه نهائي والسيراميك لسه ما اتعملش. ده بنفسي يعني لله الحمد. مشكله كانت بتقرقني اهي، مفيش اي اثر. بص يا دكتوره، ده بعد 5 شهور
تاريخ 21/1/2023 عشان هم حطوا دولاب هنا حتى اللي جنب الموتور جنب اللي جنب الموتور ده عملته بالاديبوند. شايف شكله عامل ازاي؟ وانا دهنته يعني كده اهو وش واحد بس بلاستيك على المحار يعني على الماشي كده اي حاجه مفيش ولا قشره. فرشت اديبوند وبعد الاديبوند دهن بلاستيك على طول مفيش حاجه اتقشرت اهي جنب الموتور. ديت المانور كانت عاليه بتاع السيراميك كسر الجزء ده كده من اليمين والشمال ده مش نشع مش رطوبه. وهنا بقى ايه سبب الكارثه ورا سبب مشاكل الرطوبه اهي وغرفه التفتيش زي ما هي مصدر الصرف مصدر النشا ما شلناهاش بس هي اتنضفت معرفش عزلتها يمكن ولا لا بس وجودها هو المشكله. دي المفروض تتغير بنظام كلين اوت الامريكي. وهنا برضه في مواسير هنا في ظهر الحيطه وهنا الكاميرا اهي زي ما انت شايف ما عملتش السقف لانه عالي عليها شويه بينقط ميه على طول فوق الحمام. ممكن يكون فيها تسريب داخلي تحت ارض الحمام ومفيش عزل مفيش عزل كويس. والحته دي وريتها لك قبل كده وبعت لك صورتها جنب باب الجراج برضه كله بالاديبوند ده بعد 5 شهور قشرت من تحت بس النقط مشيت من الخرم ده اللي جاي من عند الجنينه مشيت اهي على الاديبوند مفيش حاجه اتأثرت لحد ما وصلت عند اضعف حته في الحيطه لولا شغل الحديد والتكسير الحداد اضطر يكسر في الحيطه عشان يعمل برواز لجريله الصرف. كان هيفضل الجزء ده بحمد الله وبفضل الله مفيش حاجه اتأثرت. والى اللقاء.